السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم من اللي ندي يسمين للطبخ، ما رايحش نقدم طبخة ولا حاجة هكا تاع طياب. اليوم راح ندير لكم فيديو نشارككم فيه الفرحة تاعي. اليوم رايح نهني البنت اللي زيدت في رمضان وجابت لنا طفل ما شاء الله، هو الحفيد الأول تاعي. اليوم رايح نهني لها ورايح نشارككم ان شاء الله كاع بالشي اللي حضرته باش نروح لعندها ان شاء الله. وجدت درت لها سنيوه تاع العرايش، هاني درت لكم فيديو باش تشوفوه. وزدت درت لها سنيوه هكا تاع صابلي، ثاني درنا لها فيديو. ودرت الهليلات هذو، ودرت صبيعات نوعت في العجينة وحدها، ودرت لها سنيوة مسمن اللي لازم للنفسة. عندي هنايا ثاني درت لها طمينة اللي ما يستغناوش عليها كاع، هاي ليك طمينة حمصتها. ومعها العسيلة والزبدة. وهنا عندي زيت زيتون، هنا عندنا للنفسة لازم زيت زيتون، خاطرش البيض ياكلوا النفسة بزيت زيتون مليح للصحة. يعني ديت لها زيت زيتون. وعندي هنايا الطعام، ندو اللحم والطعام، صافي لازم مطعم. هاوليك مفتول فتلتو في الدار، هاوليك هاوليك درت ثاني الخفاف، عمرت سنيوة كبيرة. عندنا مرصو شباب تاع اللحم بقري. دوك نوريلكم الهدايا اللي شريتهم باش نديهم لبنتي. شريت لها كوات للبيبي تاعها، هاوليك فيها وسادة. فيها دغاوس، هاوليك فيه ثاني دغا دوبل فاس، هاوليك كبير. فيه كوات كبيرة، هانيك دوبل فاس ثاني. وهادو حوايج تاع البيبي، هانيك البونير هكا يلبسهم الشهر الاول. هادي ثالث، يعني حوايج تاع لي بيبي شابين ما شاء الله. هادو هما حوايج تاع البيبي، وهادو شريتهم لعجوزة بنتي كانت. شريت لها جبة وخمار، هاوليك يعني حاجة شابة.
هذا كان جوزو للهدية اللي نديها لبنتي، حوايج ما شريت لهاش حوايج، هي تبغي تخيل حوايجها وحدها. درت لها مبلغ مالي ماشي كبير وماشي صغير، هذا واش قدرت ندير لها يعني خير وبركة. نتمنى اني افدتكم ولو بالقليل واعطيتكم الفكرة على واش ندو للنفس، وان شاء الله ربي يفتح على كاع اللي مازال ما رزقهمش بالذرية، نقولهم ربي يفتح عليهم ان شاء الله، امين يا رب العالمين. تجدون كل هذه الوصفات اسفل الفيديو اللي يحب يطلع عليها، وإلى الملتقى إن شاء الله.